أهلا وسهلا بالجميع. كلنا عارفين إنه رمضان شهر الخير والعطاء والمحبة. الله يبلغني وإياكم الشهر الفضيل وإحنا بأحسن حال. بكل حب أصنع لأطفالي ألذ الوصفات وأحرص إني أسوي لهم الأشياء اللي يحبوها. وصفة اليوم أقماع البطاطس بالبازيليا من أكثر الوصفات إلا أطفالي يعني يكونوا مبسوطين لو كانت متواجدة على سفرة الفطور. ودائما وأبدا إن شاء الله أختار أجود المكونات في وصفاتي. وبطل وصفتنا لليوم البازيلا الخضراء من خضروات السنبلة الأولى في الشرق الأوسط وكمان منتج سعودي. خضروات السنبلة كنز الطبيعة، بتتميز بأنها بدون مواد حافظة، غير معدلة وراثيا، وغنية بفيتامين B1. شوفوا هنا إيش مكتوب، مكتوب إنها مصدر للفسفور وB9، من أجود أنواع الخضار وسهل الإعداد. راح نجهز حشوة الأقماع. هنحتاج لبصل مفروم، ثوم مهروس، بطاطس مسلوقة ومهروسة، وراح نحتاج لبهارات كاري، كركم، كمون، وملح وفلفل أسود أو أبيض، بالإضافة طبعا للبازيلا الخضراء من السنبلة. في قدر على النار أضفت شوية زيت وراح أضيف البصل. بعد ما يدبل البصل راح نضيف ثوم مهروس، نضيف البهارات والملح. تقليبتين تطلع ريحتهم الجميلة ونضيف بازيليا السنبلة. حضيف شوية موية، راح أحط الغطاء وأخليها من 4 لـ5 دقائق، راح تكون البازيليا استوت. بعد 5 دقائق البازيليا صارت جاهزة واستوت، راح نضيف البطاطس المهروسة. بعد مرور 5 دقائق أضفنا البطاطس، البازيليا خلاص استوت، أضفنا البطاطس ونقلب. كده حشوتنا صارت جاهزة، راح نخليها تبرد ونبدأ نجهز الأقماع. في سطح مرشوش عليه شوية دقيق راح أفرد عجينة البيف باستري. حنبدأ نقصص العجينة، حقسمها أول شيء بالنص وأبدأ أقصصها لشرايح رفيعة زي كده. بدي الطريقة وفي أقماع زي كده راح أخذ شريطة من الشرايط هذه اللي قصصتها وأبدأ ألفها من هنا بدي الطريقة. دحين زي كده ممكن تكتفي بيها، حتصير لك حجم صغير، وإذا تبي تكبريها تاخدي قطعة تانية من العجينة حقت البيف باستري وتكملي عليها إلين فوق، كده حتحصلي على قمع كبير. راح أدهن الأقماع بالبيض. وراح أخبزها في الفرن. شوفوا ما شاء الله خلاص صارت جاهزة، خليها تبرد وفككها من القمع الستيل، حيصير عندنا قمع من البيف باستري. بعد ما تبرد تماما راح نطلع الأقماع بكل سهولة زي كده ونحشي قمع البيف باستري. راح أخذ القمع زي كده
وأحشي بالبطاطس والبازيليا. طيب هنا عندي القمع، راح نحط له شوية جبنة سايلة بدي الطريقة، تمام، ونغمسه يا في الجزر يا في البقدونس عشان نزينه بدي الطريقة. وهذه زيناها بالجزر، وما شاء الله تبارك الله أقماع البازيليا من خضروات السنبلة صارت جاهزة. لذيذة لذيذة لذيذة، الصغار راح يحبوها قبل الكبار. شوفوا ما شاء الله البازيليا والبطاطس جوا، لذيذة ومقرمشة.